والله ابو تريكه عيب اللي انت بتعمله ده غلط. ايه اللي انت بتعمله ده؟ لما مصر تقع ما احنا كلنا هنقع. عيب يا ابني، عيب اللي بتعمله ابو تريكه دي في الملعب وتبوظ الدنيا وتكسر الدنيا. ده احنا كنا عاملينك ايه الملك الاعلى، فما ينفعش يا ابني. حرام عليك اللي انت بتعمله ده غلط، وبقول لك ما ينفعش يا ابو تريكه، ما ينفعش، حرام عليك. بتبوظ الراجل ليه؟ ليه يعني بتتغمر على البلد ليه انت واللي معاك ليه؟ ما لو غرقنا كلنا هنا البلد، لو غرقت كلنا هنغرق، حرام عليك. اتقوا الله في مصر، اتقوا الله في شعب مصر، اتقوا الله في الجيش والشرطه اللي بتتقتل كل يوم، حرام عليك. اتقوا الله فيهم، حرام حرام اللي بتعملوه ده كل يوم في البلد، حرام. كل يوم الشرطه تتقتل، بتوع الجيش يتقتلوا ليه؟ حرام. بقول للناس اتقوا الله بقى في مصر، حرام عليكم، حرام عليكم، اتقوا الله فيها. يعني اللي بتعملوه ده ما ينفعش، حرام.